التوينز، التوينز لو التوائم means delivery of two embryos at the same times، يعني لما pregnant woman تدينا اتنين جنين في نفس الحمل، ده بنقول عليها ايه؟ توينز. عندي نوعين كبار من التوينز. اول واحد اللي هو dizygotic twins، اللي هو الست دي كل اوفري من التو اوفريز بتوعها طلع اوفا في نفس الشهر. هو الطبيعي ان كل ست each female في اوفري يطلع اوفا والاوفري التاني بيستريح، والشهر اللي بعده الاوفري اللي استريح يطلع اوفا، والشهر اللي اشتغل الشهر اللي فات يستريح. فبالتالي دايما بيطلع عندي بريجننت وان امبريو، جنين واحد، ده في الطبيعي. في بعض الفيميلز بيبقى الاوفريز بتاعتها نشطة بحيث كل شهر كل اوفري يطلع اوفا، يبقى عندنا الاوفري اليمين مطلع اوفا والاوفري الشمال مطلع اوفا، وكل اوفا راحت للفالوبيان تيوب. فالوبيان تيوب اليمين فيها اوفا والشمال فيها اوفا، دي اللي بيسموها داي زيجوتيك توينز، ده اللي بيسموها داي زيجوتيك توينز. في احوال تانية اللي هي مونو زيجوتيك توينز، يبقى عندي اوفا واحدة وسبرم واحد وبعدين عملوا زيجوت. الزيجوت ده في الاول ينقسم لاتنين زيجوت، يعني اتنين زيجوت طلعوا من وان اوفا ووان سبرم، ده بيسموه مونو زيجوتيك توينز. يبقى التوينز، تعريف كلمة توينز means delivery of two embryos at the same time. وانواع التوينز او types of twins، داي زيجوتيك توينز لما يكون اتنين اوفا واتنين سبرم مشتركين في التوينز، او مونو زيجوتيك توينز لما يكون وان اوفا وان سبرم الاتنين اختلطوا مع بعض عملوا زيجوت في الاول، وبعد الزيجوت ده اداني في النهاية اتنين زيجوت. ناخد النوع الاول اللي هو داي زيجوتيك توينز، اللي هو داي زيجوتيك توينز result of fertilization of two ova by two sperms. يعني زي ما اتفقنا ان الاوفر اليمين طلع اوفا والاوفر الشمال طلع اوفا، وكل اوفا من دول بقت في اللاترال بارت بتاع الفالوبيان تيوب. انت عارف اللاترال بارت بتاع الفالوبيان تيوب بيجي لها السبيرمز بالملايين، فالسبيرم منهم عمل فيرتلايزيشن للاوفا دي، والسبيرم التاني عمل فيرتلايزيشن للاوفا التانيه، وده ادى زيجوت وده ادى زيجوت. يبقى الداي زيجوتيك توينز ريزلت فروم فيرتلايزيشن اوف تو اوفا باي تو سبيرمز. الزيجوت او الامبريوز اللي هتطلع هنا سيميلر، متشابهين، but not identical. ليه سيميلر متشابهين؟ زي التشابه بين اتنين اخوات، لان دي اوفا حصلها فيرتلايزيشن، ودي اوفا تانية حصلها فيرتلايزيشن تاني بسبرم تاني، يبقى كأنه اتنين حمل بس حصلوا في وقت واحد. ممكن واحدة فيهم دي تطلع ميل، النتيجة تطلع جنين امبريو ميل، وهنا ممكن يطلع امبريو تاني ايه في ميل. لكن سواء كانوا ميل وده في ميل، سيميلر، سيميلر يعني ايه؟ متشابهين but not identical. وبعدين of the same or different sex، ممكن يطلع ده في ميل وده في ميل، او ممكن ده يطلع ميل وده ميل، او ممكن ده ميل والتاني في ميل، يبقى نقول of the same or different sex. هنا بقى احنا عارفين one ova one sperm، one ova one sperm عملت دي كوريونيك فيسكل ودي كوريونيك فيسكل، يبقى دي هنا ليها كوريونيك فيسكل ودي ليها كورونيك فيسكل، دي ليها امنيون وده ليها امنيون. يبقى في هذه الحالة الرحم هيتقسم اتنين، اليوترس هيبقى اتنين، جزء فيه امبريو وجزء فيه امبريو تاني. الامبريو الاولاني ليه كورونيك فيسكل وليه امنيون وليه بلاسنتا،
التاني هيبقى واحد كرونيك فيسكل وواحد امنيون وواحد بلاسنتا تانية. يبقى في النهاية each twins had its own amniotic sac، يعني كل واحدة ليها amniotic وكوريونيك فيسكل وبلاسنتا. يبقى انا النتيجة عندي اتنين امنيون واتنين كوريونيك فيسكل واتنين بلاسنتا. والامبريوز ديت اللي هي دايزايجوتيك توينز اللي هي تو اوفا وتو سبيرمز زي ار سيميلر متشابهين بات نوت ايدنتيكال، لكنهم ليسوا متطابقين. يعني سيميلر متشابهين، مناخيره زي اخوه، عينه زي اخوه او زي اخته، لكن مش متطابقين. يعني ممكن لون الشعر يطلع مختلف، ممكن الملامح تطلع مختلفه، ممكن يطلع واحد اسمر والتاني ابيض. يبقى هنا سيميلر بات نوت ايدنتيكال اوف ذا سيم اور ديفرنت سكس، يعني ممكن ليهم السيم سكس، يعني ممكن اتنين في ميل او اتنين ميل، لكن ممكن واحد ميل واحد ايه في ميل. وبعدين كل واحد ليه الامنيون بتاعه، الكورونيك فيسكل بتاعته، البلاسينتا بتاعته. يبقى في اليوترس ده هلاقي اتنين امنيون، اتنين كورونيك فيسكل، اتنين بلاسينتا. ده اللي هو الداي زيجوتيك توينز. وللعلم الفيميلز اللي بيجيبوا داي زيجوتيك توينز معناتها ان الاوفري اللي عندها اليمين والشمال نشطين، ده بينزل اوفا وده بينزل اوفا في نفس الشهر. في هذه الحاله الست اللي تجيب داي زيجوتيك توينز يبقى احتمالات التوينز في كل التوينز في المستقبل موجوده برضه، لان الاوفري ما دام نشط اليمين والشمال يبقى المره دي جابت توينز، ممكن المره اللي بعديها كمان تجيب ايه توينز، او الاحتمالات وارده انها تجيب توينز برضه. فعشان كده دايما اللي جابت توينز مره وكان داي زيجوتيك توينز يعني اتنين اوفا واتنين سبيرم، دايما ندور في